أصفر هذا الاجتماع على توافق الجميع على خارطة الطريق التي طرحها السيد الأمين العام، والتي حددت من جديد أهداف وأولويات وأساليب عمل الحزب بما يضمن نجاعة الفعل الحزبي في السياق الوطني الذي نعيش فيه. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أنه تم التوافق على الانتصار لشرعية المؤسسات داخل حزبنا، وتم الاتفاق على ترسيخ وتوطين الديمقراطية الداخلية كأداة لتدبير الشؤون الحزبية، وأيضا التوافق على الأخلاقيات الكبرى التي يجب أن تؤطر العمل داخل حزبنا ليكون عملا أساسيا. والمهم في هذا الاجتماع أنه استطعنا بفعل الإرادات الحية والحوار البناء والإيجابي والموضوعي والشامل أن نحول ما أسماه البعض بالأزمة إلى لحظة انبعاث جديد لحزب الأصالة والمعاصرة بوعي وحدوي ووطني يستحضر المسؤوليات المطروحة على جدول أعمال الحزب وعلى أجندة الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.